بيواجه النجم خالد الصاوي وفريق عمل مسلسل الصعلوك أزمة، وده بسبب السيناريست محمد الحناوي اللي لسه لحد دلوقتي ما خلصش كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، والمسلسل بيتعرض حاليا، وده تسبب في إن الصاوي وفريق العمل رفعوا حالة الطوارئ القصوى في لوكيشن التصوير علشان يلحقوا يخلصوا التصوير اللي شكله هيستمر لغاية آخر رمضان.